بسم الله الرحمن الرحيم متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم. مستجدات جديدة فيما يخص ملف اتحاد العاصمة ونهضة بركان. هذه المرة الخبر اليقين يأتي من محكمة التحكيم الرياضي الطاس، الذي قام بمراسلة رسمية إلى الاتحادية الإفريقية لكرة القدم الكاف من أجل توضيح قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان. الآن الجميع يتساءل، ما فحوى هذه المراسلة؟ ولماذا راسلت الطاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟ هنا علينا أن نتحدث على أن الطاس قبلت بشكل رسمي ملف الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليس اتحاد العاصمة، حتى نكون في الصورة. يعني أن القضية التي رفعها وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي الكاف تم قبولها من الطاس. الآن الطاس تقوم بالإجراء الروتيني، وهي إرسال مراسلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل أن يعطيها المعطيات فيما يخص قضية اتحاد العاصمة. الآن على الكاف أن يبرر لماذا وافق على الخريطة الوهمية في قمصان فريق نهضة بركان. وهنا سوف تكون أمور جديدة ومستجدة، أولتها أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلم أن جمهورية الصحراء الغربية تعتبر من البلدان التي أسست الاتحاد أو من مؤسسي الاتحاد الإفريقي، بمعنى أنه معترف بها في الهيئة الإفريقية سياسيا. هذا أول معطى. ثانيا، على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو اللجنة الخاصة بالمسابقات أن تبرر لماذا اعتمدت خريطة وهمية ولم تعتمد الراية الخاصة بالمملكة المغربية، بمعنى أنها كان من المفروض عليها أن تبتعد عن شيء اسمه السياسة. فالجميع يعلم أن هنالك نزاع قائم في منطقة اسمها الصحراء الغربية، تذهب إلى الأمم المتحدة تجد هذا النزاع، تذهب إلى الاتحاد الأوروبي تجد هذا النزاع، تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية تجد هذا النزاع، بمعنى أن هنالك نزاع سياسي. فكان من المفروض على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ألا يضع نفسه في هذه الورطة. ولكن هنالك بعض الإعلام المغربي بدأ بالترويج بأن الطاس لم تقبل قضية الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهذا من أجل التشويش، لأن الجميع يعلم أن الطاس إذا فتحت الموضوع فلن ينتهي إلا بقرار صارم جدا. والقرارات المنتظرة هي معاقبة الأعضاء المتواجدين في الاتحاد الإفريقي، خاصة في لجنة المسابقات، والذين ساهموا في هذا الموضوع، بمعنى أن الطاس ستقوم بمعاقبة هؤلاء الأشخاص في الإطار الرياضي، وممكن أيضا أن تقوم بإيقاف مجموعة من الأشخاص، خاصة إذا كانت هنالك دلائل واضحة أنه تم تعمد الموافقة على هذا القميص لإحداث ضجة سياسية في إطار رياضة كرة القدم. كذلك الطاس ستقوم باستدعاء كل من رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، ورئيس نهضة بركان، إضافة إلى اتحاد العاصمة ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل سماع كل شخص ماذا سيقدم. والجميع يعلم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو المتورط الأول في هذه القضية، هو من وافق على وضع هذه الخريطة الوهمية في قمصان النادي البركاني. إذن يمكن القول أن ملف الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدأ يتحرك شيئا فشيئا، وقد تم إعطاء مهلة إلى غاية 3 ماي من أجل أن يرد الاتحاد الإفريقي على مراسلة هيئة الطاس، وهذا بتقرير مفصل يوضح كيف جرت الأمور ولماذا تم اعتماد هذا القميص، وهل هناك طابع سياسي أم لا. الآن نذهب إلى جانب اتحاد العاصمة وما هو دوره في هذا الموضوع. في حال فاز الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقضيته ضد الكاف، فإن اتحاد الجزائر قد قدم طعنا عن قرار الكاف، والذي اعتبر اتحاد العاصمة خاسرا ب3-0، بالرغم من أن اتحاد العاصمة لا نقتل ولا جمل في هذا الأمر، بما أن القمصان تم مصادرتها من قبل مديرية الجمارك التابعة للدولة الجزائرية، بمعنى أن النادي
لا يستطيع أن يفرض قراره على الدولة الجزائرية، وهنا يمكن لاتحاد العاصمة استرداد حقوقه كاملة، وأبرزها هي ممكن أن تعاد المباراة في ملعب محايد، وهذا أمر وارد جدا خاصة وأن المباراة لم تلعب بتاتا. يا جماعة، اتحاد العاصمة ونهضة بركان لم يلعبوا المباراة، الذي يتحدث على كيف تعاد المباراة، نعم المباراة لم تلعب، هنا لا نقول تعاد المباراة، نحن فقط نتحدث بمصطلح تعاد المباراة، هو أصلا المصطلح يقال تلعب المباراة، يعني يعاد لعب المباراة التي كانت مبرمجة وأجلت أو لم تلعب لأسباب مختلفة، وهي القميص وهي الخريطة الموصومة على القميص البركاني. إذن هذه هي الأمور التي ستطالب بها إدارة اتحاد العاصمة ونادي اتحاد العاصمة الجزائري. الآن ننتظر كيف سيكون رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة وأن الكاف اليوم قامت بوضع موعد للنهائي وقامت بوضع كل من فريق نهضة بركان والزمالك، وهذا للتغطية على فشلها الواضح، وهي تعرف أنها خسرت القضية 100%، لهذا تحاول أن تقوم بإحباط الاتحاد الجزائري لكرة القدم. الأمور أصبحت واضحة، ولكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الآن أصبح يضرب تحت الحزام، بمعنى الآن لا رجوع إلى الوراء، يعني أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مستعد لتقديم كل الأدلة الدامغة على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أصبح مخطوف من قبل الهيئة الكروية المغربية وعلى رأسها لقجع، والذي أصبح يروج لأمور سياسية في إطار كرة القدم. والجميع يعلم أن اتحاد العاصمة لعب أمام الجيش الملكي، لعب أمام الفتح الرباطي المغربي، ولم تحدث هذه القضية الخاصة بالقمصان، ولكن بما أن نهضة بركان هو فريق عادي ومجهري، فقام رئيسه السابق وهو لقجع بقيام بتجربة على هذا النادي، وهذا النادي أؤكد لكم أنه سيتلقى عقوبات شديدة في الأيام القليلة القادمة، لأنه وافق على هذا الأمر، كان من المفروض على النادي ألا يدخل في هذا الأمر. النادي المغربي هو كذلك عنده ميثاق رياضية كان من المفروض أن يحترمها، لأنه ينضوي تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمعنى أن النادي كان من المفروض أن لا يلعب بهذا القميص وألا يدخل السياسة في الرياضة، فالراية الخاصة ببلده تكفي لتثبت أنك فريق مغربي وليس الخريطة، بما أنك وضعت الخريطة فأنت تريد أمر سياسي، لأنه من غير المعقول أنك النادي الوحيد في إفريقيا الذي يضع الخريطة هنا، هنا المشكل، لماذا أنت النادي الوحيد في إفريقيا الذي يضع الخريطة؟ كل الأندية على المستوى الإفريقي تضع فقط الراية الوطنية الخاصة بدولها، مدام أنك وضعت الخريطة فأنت تريد إدخال الرياضة في السياسة، وهذه التي لم يتفطن لها فريق نهضة بركان وانجر وراء تطلعات رئيسهم لقجع، والذي ستكون كذلك تطاله عقوبات إذا ما ثبت أنه متواطئ في هذا الأمر، خاصة مع لجنة المسابقات التي يترأسها مامادو سامسون النيجيري. إذن هذه أهم المستجدات التي أردت أن أتحدث فيها في هذا الفيديو. أولا هي مراسلة المحكمة الرياضية الطاس لهيئة الكاف من أجل توضيح في قضية نهضة بركان واتحاد العاصمة، ظهور الإعلام المغربي والذي يقول أن الطاس لم تقبل طعن الجزائر، إذن هناك مغالطات من قبل الإعلام المغربي. نؤكد لكم أن المحكمة الرياضية بدأت في الإجراءات الطبيعية، وهي انتظار رد هيئة الكاف، وبعدها ستقوم بالبت في الأمر. هذا هو الجديد الذي أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن آخر المستجدات فيما يخص محكمة الطاس وقضية اتحاد العاصمة. في الأخير دائما إخواني، قبل أن أختم الفيديو، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.